الفعالية الثقافية اليوم من صالون أفق الثقافة النسائي اللي نستضيف فيه في كل مرة شخصية نسائية ملهمة ومتميزة في مجالها طبعاً من كافة المجالات، وهذا طبعاً يأتيكم من ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبد العزيز العامة. مثل ما احنا عارفين انه عالم الازياء كبير جدا واسع ودائما متجدد، دائما عندنا اشياء جديده تظهر في كل موسم في كل فصل في كل سنه. اكيد طبعا من الاشياء اللي جدا تهمنا طريقه لبسنا، طريقه تنسيقنا وامورنا هذه كلها، حتى تصاميمنا احنا تتميز عندنا بطابع مختلف تماما، ويعني نقدر نعكس فيها هويتنا، نقدر نتميز فيها، فتعكس قصصنا كمجتمع، تعكس يعني هويتنا أيضا. في قصص نجاح كثيرة وكبيرة جدا في عالم الأزياء، اليوم اخترنا منها قصة جدا ملهمة وتميزت في تصاميمها حتى اكتسبت شهرة كبيرة وواسعة تخطط المملكة والخليج والعالم العربي. معنا اليوم المصممة مستشارة في قطاع تطوير الأزياء، المصممة السعودية أروى العماري. حياك الله أستاذة أروى. الله يحييك حبيبتي، شكرا، شكرا للاستضافة وشكرا للمقدمة، هذا يعني اللي تحمس. الله يسعدك يا رب، احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا اليوم، وجدا سعيدين احنا بنسلط الضوء على موضوع الازياء لانه هو موضوع اكبر بكثير من مجرد مظهر وشكل. صحيح يعني صحيح. بس بدايه احنا نبغى نبدا معاكي من اول السطر، خلينا نقول قبل ما نعرف تفاصيل ومراحل وهذه الامور كلها، انت ما شاء الله لك وصلتي لنجاحات جدا كبيره والشهره، يعني صرتي اسم ما شاء الله معروف جدا، صرت براند، يعني انت براند ما شاء الله تبارك الله. فنبغى نعرف من وين انبثقت الشراره الاولى، من وين بدات أبو؟ والله شوفي، هو الموضوع بدأ يعني كحب للفنون أكثر من أنه كونسبت الأزياء، لأن يعني أنا من يوم أنا صغيرة أنا أحب الفنون بشكل عام، الرسم، الموسيقى، يعني عرفتي يمكن تبدأ مع كثير من الأطفال، بس أنها فيها شغف كان عندي بالنسبة لي يعني أكبر من كذا بكثير. اللي حصل بعد كده أنه يعني مع الوقت بدأت تنمو هذه أكثر، وفي نفس الوقت عندي كان حب ريادة الأعمال، يعني من يمكن حتى وأنا صغيرة في المدرسة عندي هذا الكونسبت كان يستهويني. بس فنمو الموضوع ما كان يعني تركيز زي ما قلتلك على الأزياء كأزياء، لكن لما يعني حتى الجميع يعرف أنه يمكن دخلت تخصص مختلف قبل ما أدخل الأزياء، لكن اللي حصل بعدها ان درست ولسه يعني كل ما عدي مرحله لسه ميولي لهذا العالم سبحان الله. فخلاص قررت اني ودي اني يعني اي شيب ات بروبرلي، وقررت اني ادرس. فلما درست يعني لقيت انه الازياء فيها عمق اكبر كثير من اللي الناس تستوعب، يعني عادة الناس تفكر بالازياء كشيء سطحي، كشيء يعني فقط المظهر، يعني المظهر الخارجي انه بس الواحد يبان بشكل جميل، لكن هي لها عمق ثقافي، لها عمق يعني أبعد من كذا، يعكس حالة المجتمع، يعكس يعني وضعه. فوجدت أنها جداً جداً شيء يعني عميق، وعلى هذا الأساس يعني استمرت فيه. من هنا انطلقت. بالضبط. جميل مرة. طيب يعني حصلتي على لقب أكثر العقول إبداعاً في العالم، إيش قصة هذا؟ والله شوفي، هو بدأ الموضوع أنه قناة البي بي سي عندها برنامج يتابع 50 مليون شخص في العالم، فتواصلوا معنا على اساس يغطوا اللي هي الرحله الابداعيه. هم يغطوا كثير من المجالات، ممكن يعني موسيقى، ممكن الاخراج، ممكن فاختارونا يعني من ناحيه التصميم. ووقتها انا فكرت انه يعني جدا مهم انه نركز على بلدنا، بما انه 50 مليون شخص حيتابع البرنامج، خلينا نعمل كولكشن مستوحاه من يعني من تراث السعوديه. وقتها صراحه ما حد يعني مركز على هذا الموضوع، وانا وجدته في البدايه صعب جدا، لان عشان دخلي انا اعمل ازياء مودرن، مش حاجات يعني مثلا جلابيات او هذا تراثيه. فالفكره كانت انه تحتاج انك تدور عليها، فجلست يمكن اكثر من سنه اعمل ريسيرش، وللاسف وقتها ما كان في ريسورسز موجوده بالشكل اللي يعني الحين يمكن شويه بدا الموضوع يعني يصير عليه فوكس اكثر. فاللي حصل بدأت أحضر محاضرات في الجامعة، بدأت شوية يعني أحكي مع الدكتورات في الجامعة، أشوف الثيسيس تبعهم حق الماسترز وكذا، وجمعت الانفورميشن وبدأنا من وقتها. بس وعلى هذا المنطلق يعني انتشر الكونسبت ويعني حصلت على هذا المنطلق. إيه جميل ما شاء الله تبارك الله. لا والجميل إنه يعني اخترتي لحدث مهم أو عالمي زي كذا، أو خلينا نقول في قناة عالمية يتابعها
العالم أجمع شيء يعكس ثقافتنا، فهذا هذا الصراحة شيء مميز. يعني أنا شفت إنه من واجبنا إنه يمكن نقدر نوصل هذه الصورة كل ما نقدر للعالم، وكان تشالنج، بس الحمد لله إنه يعني يمكن الواحد لما ينوي نية كويسة صح صح سبحان الله فعلا. طيب طبعا في يعني في إشارة من سمو الأميرة نور الفيصل آل سعود رئيسة هيئة الأزياء في وزارة الثقافة، تقول إنه بعيدا عن مسألة الاستهلاك والتبعية، وجود حركة شابة مهتمة بالأزياء ما هو شيء غريب في بلد ينمو ويتطور بشكل رائع مثل المملكة العربية السعودية. احنا ما شاء الله في كافة المجالات قاعدين نتطور، وطبيعي جدا احنا ايضا نشوف تطور في مجال الأزياء. كمستشارة في قطاع تطوير الأزياء، كيف تشوفي هذا الاهتمام اللي احنا قاعدين نشوفه الآن يولو الشباب والشابات في عالم الأزياء في المملكة؟ قاعدين نشوف ما شاء الله حركة. شوفي انا دائما اقول انه احنا كسعوديين كنا نهتم بالأزياء من زمان، بس كمستهلكين اكثر من اننا احنا منتج. يعني يمكن كل واحد لو راح شاف دولاب أمه أو جد باقي قطع حلوة فيها تركيز، فيها تفاصيل كثيرة، فيها يعني حتى في الجيل اللي بعده، يعني لما بدأ في السفر والناس بتسافر تلاقي مثلاً يروحوا باريس لندن بيقتنوا قطع، وكنا كلنا نشوف أمهاتنا كيف يلبسوا، بس كنا يعني يمكن أكثر مستهلكين من أننا يعني مصدرين للأزياء. لكن أنا أعتقد مع الحركة يعني في صار ليدرشيب أو يعني قيادة بدأت تدفع الناس في هذا التوجه. أول شيء التركيز على الثقافة، التركيز على يعني جوانبها العامة، فبدأ الشباب يتوجهوا. بعد كذا لا تنسي إنه كان في كمان صاحبها في نفس الوقت اللي هو التعليم. لقينا جامعة الأميرة نورة سوت قسم تصميم الأزياء، لأنه ما نقدر نمشي في هذا المجال بدون ما يكون في education، ما في تعليم، لازم يكون في تعليم مرافق لهذا الموضوع. فهي تجي من أكثر من جهة، يسموها الإيكو سيستم. الإيكو سيستم هو عبارة عن يعني المنظومة اللي يعني تدفع أي قطاع إنه يتطور. فلقينا فيها التعليم، لقينا فيها ريادة، لقينا فيها التحفيزات الحكومية مثلاً، أو التحفيزات اللي تجي من حتى من المجتمع. صار الناس يتقبل انه هذا ممكن يكون مهنه وكارير. زمان كان الناس لا تعتبر او خياطه ولا هذا الكلام. فكل هذه الامور ادت يعني بالتجمع مع بعضها انه صار فيه اهتمام من الشباب لهذا المجال. صح، احنا صرنا حتى ما نشوف فقط مصممين مصممات، صرنا نشوف منسقين للملابس ومنسقين للقطع وما الى ذلك. صرنا حتى نشوف الناس كيف تتسابق على انه يكونوا مثلا من مؤثرين في مجال الموضه والفاشن، فهذا كله بالعكس. انت لا تنسي كمان انه مجال الموضه والازياء هو صناعه تقدر بمليارات الدولارات في العالم. صح. فهي مش فقط زي ما قلنا شيء فقط سطحي، لان هي صناعه يدخل تحتها مجالات كثيره. في زي ما قلتي مثلا في الصحافه المتخصصه بالازياء، في المنسقين، في المصورين اللي يتخصصوا مثلا في الميك اب وفي الشعر اللي يخص الازياء، عروض الازياء اصلا. حتى يمكن احنا بعد فتره تبدا عروض الازياء في السعوديه كاسابيع الموضه. هذه الحالها اندستري كبير، فهي توظف ناس، هي تحرك يعني الايكونومي او الاقتصاد في البلد. فاعتقد انه يعني هي حراك كله متكامل باذن الله. تتوقع احنا نشوف اسماء سعوديه في اسابيع الموضه؟ أكيد لا أريد صح في أسماء، بس أنا أحكي إنه بيصير عندنا أسابيع موضة خاصة بالسعودية. أنا قصدي يعني كمصممين ومصممات يشاركوا في الرانويز الكبيرة هذه. في كثير طلعوا، كثير أريد كثير طلعوا باريس فاشن ويك، في نيويورك، في ميلان طلعوا. لكن أنا أحكي الآن يعني التطور وصل إنه نبغى إحنا نستضيف، بيصير عندنا أسابيعنا الخاصة للموضة. جميل، بالعكس يعني يا رب إن شاء الله تسمع أخبار كويسة قريب إن شاء الله بإذن الله. طيب إيش اللي يلهمك أستاذة؟ وإيش اللي يخليك يحفزك إنك تعملي، وإيش اللي يحفزك إنك تطلقي مجموعة معينة مثلاً؟ أنت تقصدي على الإلهام للمجموعات أو عموماً؟ بشكل عام في مجال الأزياء. شوفي زي ما قلت لك، يعني لما اقتنعت إنه الأزياء أعمق بكثير من فكرة إنها شيء سطحي، وشيء ثاني إنها تعكس ثقافة البلد، إنها صناعة معينة، عرفت كيف إنها من القوى الناعمة كمان. صح. أنا أنسى إنه الأزياء من القوى الناعمة اللي تأثر فيها، يأثر فيها الناس على الدول الأخرى من بلدهم، بس ولكن طريقة جدا صافت. فهذا الشيء يخليك دائما متحفزة إن أنت قاعدة تشتغل حاجة مو بس كبراند وكبزنس، لا كمان البلد اللي أنت عايشة فيها. صح. بالنسبة للإلهام طبعا أشياء كثيرة، يعني أكيد السفر، المتاحف، يعني لما تشوفي موفي، تقري مجلة، كل هذه الأمور تحفزك أنك يعني تثير فيك حاجة معينة وتخليك تصمم. صح فعلا. طب هل تشوفي أن الثقافة والبيئة يمكن تؤثر بشكل كبير جدا على الأزياء والمصمم اللي يصنعها المصمم أو المصممة عندنا؟
أكيد الإنسان هو يعني نتاج بيئته، ولما يكون فنان برضه بيتأثر في البيئة اللي هو فيها. طبعا مو شرط إنه يكون يتأثر في البيئة فقط يسمى أشياء تراثية، لكن ممكن تكون البيئة اللي حوله، مثلا هو شخص مطلع، ممكن شخص يسافر، ممكن صح. مثلا شيء معين يثير، ممكن حضارة بلد كاملة ممكن تتأثر عليه، فأكيد إنه ليها تأثير. صحيح، احنا احيانا ممكن دائما لما نقول ثقافه نعتقد انه فقط الشيء اللي حولنا في منطقتنا في ايه بلدنا، لكن هي اكبر من هي كذا. اكبر من كذا بكثير. اي صحيح. طيب يعني في كل مجموعه تطلقيها في قصه، صحيح. ايش القصص وراء الكلمات هذه؟ شوفي زي ما قلت لك، يكون شيء اثارك او يعني عمل لك الهام، ومن هنا انت تاخذي هذا الكونسبت وتبداي تبني عليه. وانا دائما اقول لهم ترى يمكن اصعب خطوه في التصميم مش لانك تطلع لا الكولكشن ولا انك تعملي الاقمشه او كل هذه الامور، هي انك تلاقي الالهام الصح اللي تقدر تبني عليه هذه القصه. ايوه جميل. وطبعا يعني لما تبني قصه انت بتعملي الكولكشن هذه فيها اجزاء من هذه القصه، حتى لما واحد بيقتني قطعه يحس انه دخل في هذا العالم. ايوه هذه يعني عشان كذا احيانا نحس القطع مثلا كلها وتكون متناغمه، تحمل قصه معينه كلها، وان كانت ما هي متشابهه القطع، ايه مش لكن متشابهه لكن ولكنها فيها ايه قاعده تروي حكايه معينه. ايوه شيء جميل صراحه. طيب احنا يعني اليوم ما شاء الله معانا هنا مجموعه جميله جدا من التصاميم، اللي صراحه كل قطعه انا اشوفها متميزه، والجميل فيها انه فيها الطابع مننا احنا، من هويتنا، من ثقافتنا، من الثقافه السعوديه. ابغاك تتكلمي لنا عن التصاميم الموجوده. طبعا يعني كل القطع اللي اخترناها اليوم يعني مستوحاه من التراث بطريقه او اخرى. فالقطع مثل هذا الوراكي اللي هي مستوحاه من المجلس السعودي. كلنا نعرف ان المجلس هو المكان اللي تجتمع فيه العائله، اللي يصير فيه الاحداث الثقافيه السياسيه المجتمعيه. فهو يعني عمق كبير من عندنا، واخترنا الكونسبت تبع اللي هو طبعة السجاد، لانه هو المكان اللي احنا عاده بنشوفه، يعني صح ما بيطالع في هذا، هو المنطقه اللي حوله. لما كنا نجلس مع جداتنا يحكوا لنا القصص في هذا المكان، فهو جزء مهم جدا من الكالتشر السعودي. وكانت فكره هذا القطع مستوحاه منه، طبعا على الاكتاف، وهذا التطريز هذا يشبه تطريز السجاد، بس كنا نبغى نعكس انه كيف الحياه كانت. يمكن تشوف في اصعب زمان كان في شغل يدوي، بعدين تحولنا للديجيتال للطباعه، فهي صح. تحكي قصتنا من الماضي للحاضر. جميل، يعني شوف التفاصيل كيف دقيقه، هي مهم جدا يكون فيها عمق فعلا. يعني بعدين حتى المثلثات اللي في المنطقه الاماميه هذه تعكس اللي هي التهويه اللي في بيوت الطين، فبرضه تعكس على نفس ثقافتنا. ايوه شيء جميل صراحه، يعني ودقيقه التفاصيل، يعني هي يبغى لها شخص فعلا يمكن ملم قديش بالتراث عشان يقدر يطلع التصميم بهذا الشكل. يعني لازم يكون في تاخذ الموضوع بعمق اكثر من ان يكون فقط مثلا يعني ناخذ مثلا سد ونطبعه، او صح ناخذ صح يعني صح، واكبر واكثر من كذا فعلا. هنا التميز خلينا نقول. الله يسعدك. الله يخليك يا رب. في كمان قطعه هذه صراحه، القطعه هذيك المنطقه السفليه ماخوذه من، طبعا هي هذه سجاده كانت عند جدتي كنت اصلي عليها، واستوحيت منها الطبعات ترفلكس على يمكن الخيمه القديمه، يمكن عرفتي يعني هذه المنسوجات. لكن المنطقة العلوية الأكتاف مأخوذة من كونسبت العقال، كيف العقال يكون منسوج بطريقة معينة، والمنطقة الأمامية هذه مأخوذة من المجند اللي هو المجند تبع العرض السعودية. جميل جميل جدا. القطعة اللي بعدها مأخوذة من كونسبت السدو بس مطور، حتى الألوان يعني ما تشبه أبدا ألوان السدو، بس حتى انه ناخذها. واللي بعدها مستوحاه من بيوت الطين، اللي هي البيوت القديمه اللي هي يمكن مصمك او بيوت الطين القديمه اللي هي بدات منها يعني الدوله. القطعه اللي وراي اللي هو السعودي تكسيدو، شيء رجالي. ايوه بالضبط، اللي هو التكسيدو السعودي، ماخوذه بس معموله بطريقه مودرن، بحيث انه ممكن احنا نلبسها في مناسبات في الخارج، او حتى الاجانب يقدروا يلبسوها، وهذا اللي حصل مؤخرا. يعني لقينا مثلا الاديتر ان تشيف اوف مثلا بوغ اريبيا لبسها، كثير ليدرز في هذا، فاستهلكوها وحبوا القطع، حسوا انهم قدرنا ننتمي لهذا المجتمع. وكان الهدف منها فعلا انه نقدر نصدر هذه الثقافه للخارج بقطع مودرن تكون. جميل صراحه، يعني الجميل في هذه التصاميم كلها وبدون استثناء، انها ممكن تلبس في محافل رسميه وطنيه خلينا نقول، وممكن كمان تلبس حتى في المحافل اللي احنا متعودين عليها، ممكن على الريد كاربت نشوفها. بالضبط، فهي الفكره كيف انت
بتطلع حاجه ممكن تستهلك على الليفل الانترناشونال اللي كل احد يعني احنا حتى احنا كاهل البلد مش ما بنلبس دائما جلابيات وهذه المناسبات بنلبس فساتين وبنلبس يعني قطع بتكون مناسبه لهذه فعشان نقدر نصدرها لازم تكون يعني مناسبه صح فعلا ويعني مثلا يعني مثل ما قلنا انه هذه ممكن تلبس في مناسباتنا احنا الشخصيه في افراحنا في اعراسنا في الامور هذه كلها بس فيها ميزه انه مثلا التصاميم يمكن احنا نشوفها لكن باشكال مختلفه دائما مثلا باشياء مورده مثل التصميم اللي في النص هذا دائما نشوف فيه فلورال مورده كذا فهنا صارت فيه الفكره مختلفه فهذه يعني هي انك تعطيها اوت اوف ذا بوكس الفكره اللي دائما الناس متعود عليها تيك ات يعني وان ستيب فورورد. طب خلينا نقول دخلتي عالم تصميم الازياء الرجاليه ايضا؟ ما اقدر اقول ان دخلته يعني بعمق بس من كثر ما يعني يطلبوا يسالوا في اقبال عملنا يعني شيء بسيط لكن ناويين ان شاء الله انه we go deeper في الكونسبت هذا لأنه مرة الحين عليه طلب يمكن زمان كان الرجال ما يلبسوا يعني هنا في السعودية كان الزي الرسمي دائما ثوب وهذا ما يعني الحين الشباب صاروا متقبلين انهم يلبسوا هذه الملابس اكثر وكمان في نفس الوقت الان صار في انفتاح صار عندنا بيجينا سياح ودهم ياخذوا اشياء مثل تكون مستوحاة من هذا الريجن بس في نفس الوقت تكون مناسب انه يستخدموها انترناشونال. جميل جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني الثقافة احنا عارفين انها تكون لغة مثل ما تفضلتي ناعمة من القوة الناعمة حول العالم يعني والأزياء جزء من هذه الثقافة كيف نقدر كيف تكون وممكن نخلي الأزياء لغة تواصل مع العالم؟ شوفي هي الأزياء أنا أعتبرها يعني لغة نفهمها لأنها هي ما فيها كلام فيها كذا فيجوال فيها شيء مرئي أيوه مرئي عرفتي كيف؟ إذا قدرنا أنه مثلا نخلي المستقبل يحب الشيء اللي احنا قاعدين نعمله كذا نكون تواصلنا معهم لأن أنت كذا بتثيري فيه حاجة أنه يسأل من فين جاء هذا الزي وكيف يعني احنا مثلا نعرف أمريكا مشهورة بالجينز مثلا صح فصار في يعني كذا أو مثلا كاوبوي هات ولا يعني في أشياء معينة معروفة عندهم اول ما تشوفها بتريفير لهذا بس بداوا يصدروها كمان يعني صارت في الاخر ملابس احنا صرنا نستهلكها بالضبط وعن طريقها تصير تكون لغه حوار لانك اذا استثرت الشخص وخليته يهتم يعرف عنك اكثر بيجي ويسال ويصير حتى يصير عنده اهتمام انه ممكن يزور البلد ممكن صح. لا ننسى انه احنا كثير يعني قعدنا سنين طويله في موضوع الاعلام يعني يمكن اقول مجحف احيانا لان في تصوير مثلا انه اهل البلد منغلقين او انهم متشددين ومتزمتين مثلا مع انه ما في تطور ما في لكن لما يصير في يعني هذا الحوار اللي هو غير خاضع لهذه الامور صراحه يساعد كثير في انه يحسن هذه الصوره ويجذب وبعد كذا طبعا يبتدي يعتمد عليها اشياء كثير يعني او ينتج عنها اشياء كثيره امور اقتصاديه امور حتى سياسيه عن طريق هذه صحيح فعلا ويمكن حتى وجودنا في المحافل الدوليه واستقطاب حتى الاسماء الدوليه الكبيره والعالميه عندنا قاعد يزيد مع هذه الانواع من الثقافات. صحيح فعلا. طيب يعني نبغاك تقولي لنا عن مجموعة فخر هي ما شاء الله لاقت اهتمام كبير جدا. ايش هي مجموعة فخر وليش اخترتي اسم فخر؟ فخر هي الكولكشن اللي نعرضه في البي بي سي بالضبط. أيوة. فخر لانه احنا فخورين بكل ديتيل وكل تفصيل في بلدنا يعني في اشياء يمكن كان الناس ينظروا لها انها ما ادري شيء مثلا رجعي او قديم الخيمه صح مثلا السجاده مثلا يعني السد وبيت الطين كلها ممكن جات فتره الناس تعتقد اوه ان هذا الاشياء القديمه حقتنا فاحنا حبينا نرجع نحييها وبين انه احنا اذا واحد ما عنده روت ما عنده جذور كيف يقدر يفخر انه يطلع هذه الامور فعشان كذا سميناها فخر. ايوه شيء جميل صراحه وفعلا هي محط فخر لنا الخيمه اللي بدانا فيها زمان هي اللي صنعت مننا اليوم جيل طويل خلينا أيوة. والله من جد. طيب ارام مشروعك اسمه ارام لماذا اخترتي هذا الاسم ومتى انطلق؟ شوفي ارام لما يعني لما انا خلصت دراستي في الجامعه الفرنسيه كان عندي فيجن او نظره ان انا ودي اسوي براند تكون تطلع انترناشونال يمكن هذا الكلام من 7-8 سنوات
لكن كان في بالي من البداية أنه يكون الاسم سهل، فأخذت الاسم من اسمي، يعني اي ار من أروى واي ام من عماري، وكان الاسم أرام باي أروى عماري، أنه على أساس يكون اسم سهل يطلع انترناشونال. إن شاء الله أنه يعني الحمد لله صار الموضوع حتى يعني أو البراند معروف بشكل كبير في محافل كثيرة، وسهل أنه الواحد يتذكره يعني وينطقه. فعلا يعني حتى غير المتحدثين باللغه العربيه ممكن ينطقوه بشكل سهل. حتى يعني كان في جلسه استشاريه مع يعني اشخاص يعني اسسوا براندات عالميه، وكان الاتفاق بالاجماع انه هذا الاسم جدا حيكون مناسب. ايوه جميل ما شاء الله. طيب ارام تعدت الازياء، وصلت عندنا للمجوهرات وعندنا الحقائب، كيف التوسع هذا والانتشار؟ شوفي، هو الكونسبت انه انت تبني علامه تجاريه متكامله، فعشان تبني علامه تجاريه متكامله ما تقدر فقط توقفي عند شيء واحد. يعني لو نشوف العلامات التجاريه المعروفه ممكن مثلا خلينا نقول ارمس مثلا او لوي فيتو او وات ايفر، بداوا مثلا بحقائب سفر، او مثلا ارمس بداوا بالسروج تبعت الخيل وكذا، لكن مع تطور الوقت بدأوا يضيفوا برودكتس انه على اساس البراند كانت تتوسع ويشوفوا حاجه السوق. فاحنا عشان نواكب حاجه الماركت ونبني علامه تجاريه تكون مناسبه انترناشونال، هذا اللي نعمله. ايوه فلازم فعلا لازم واحد يواكب، لازم واحد يتطور. طيب بما انه ما شاء الله يعني ارام الان قاعده تتوسع قاعده تكبر، ايش في مشاريع مستقبليه لها؟ شوفي يعني جزء من عمل أرام ترى يعني أوكي أنسي البراند، لكن في كمان الأشياء اللي إحنا قاعدين نشتغلها مثلاً يعني مع بروجكتس سواء سيمي جوفرمنتال أو عشان نصدر الـ يعني الأزياء لهذا. فعندنا مثلاً يعني بروجكتس كي ما أقدر أديكليرت، لكن أشياء جاية تجمع بين السياحة الأزياء كل تحفيز السياحة مثلاً في المنطقة، لكن بالتعاون معاهم على أساس إنه تكون عن طريق هذه الأزياء، تكون إما يعني بطريقة غير مباشرة تجذب هذا. فعندنا هذه نوعية من البروجكتس مستمر، يعني أنت تعرف إنه في كأس السعودية أو هذا إحنا كان لنا مشاركات في سباقات الخيول وكذا، على أساس إنه ندخل هذا الآرت في هذه المسابقات بحيث إنها تكون جاذبة للعالم. فهي هذه نوعية البروجكتس اللي إحنا نشتغل عليها الحين. أيوة جميل ما شاء الله تبارك الله. يعني هي مثل ما تفضلتي أكبر من أزياء وأكبر من منتجات وما إلى ذلك، هي البراند هذا قاعد ينعكس عالميا بهوية ثقافية لها. صحيح. فهذا بالعكس شيء جدا جميل ما شاء الله تبارك الله. طيب أيضا أنت سفيرة للمجلس العربي للأزياء، كلمينا عن هذا الدور ومسؤولياته وكيف تم اختيارك. تمام. المجلس العربي للأزياء هو منظمة غير ربحية هدفها تحفيز اللي هو قطاع الأزياء في العالم العربي، يعني نتكلم على المنطقة ككل. وطبعاً يعني بحكم أعمالي السابقة تم اختياري أن أكون سفيرة للمجلس، وهذا السبب اللي خلينا نطلع أحياناً انترناشونال مثلاً دول أخرى، على أساس أنه يعني يكون كأننا جالسين نمثل هذا المجلس في هذه يعني الدول، بحيث أنه مش قاعدين بس نعكس يعني أو الفاشن في السعودية فقط، في العالم العربي ككل نكون ممثلين لهم. جميل جميل جدا بالعكس. ما شاء الله احنا قاعدين نشوف اصلا تعاونات عربيه، ويعني خلينا نقول خليجيه عربيه محليه في كافه المجالات، ليش مو في مجال الازياء ومجال الفاشن؟ واحنا قاعدين نشوف حتى الدوله ما شاء الله في لها توجه، يعني بوزاره الثقافه مثلا اطلقت هيئه الازياء وما الى ذلك، وفي حتى محافل خلينا نقول تصير في هذا الخصوص او اقامه معارض ومؤتمرات. قديش مهمه في صناعه الازياء عندنا هذه الاشياء؟ طبعا لان هي هذا يعني هذه القنوات اللي عن طريقها قاعدين احنا نطلع هذه الفنون. أيوة. وزي ما قلت لك يعني انا اللي قبل ما نبدا الحوار قلت لك انه اللي حبته انا هذه الفتره اللي قاعد يصير في تعاون بين كل الجهات الثقافيه، يعني صح وزاره الثقافه تحتها مبادرات كثيره، فقاعدين نشوف مثلا انه حتى في صناعه الافلام قاعدين تدخل الموسيقى يعني الأزياء والأمور الثانية اللي هي تحت الوزارة نفسها، حيث أنه ننتج يعني منتوج متكامل من كل الجهات. أيوة جميل ما شاء الله تبارك الله.
طب أسألوا الناس في البث قاعدين حابين يشوفوا وجهك بشكل أكبر، فإذا ممكن تكون جلستك كذا يعطيك العافية. طيب يمكن برضو من الأشياء اللي تكلمنا عنها قبل ما نبدأ الجلسة أو قبل ما يبدأ البث، وين البث؟ الكاميرا وين؟ الكاميرا وين تقريبا؟ هذه إذا ماني غلطة، هذه الكاميرا. أوكي طيب بالنسبة للمثل، إحنا شفنا كيف صارت محافلنا الوطنية نعكس فيها أزياءنا بشكل كبير جدا. يمكن شفنا هذا الشيء تمثل في مثلا كأس السعودية في اليوم الوطني، أيضا قاعدين شفناه هذا السنة في يوم التأسيس. إيش رأيك في مثل هالأشياء والتعاونات اللي قاعدة تصير بين يعني كافة قطاعات الدولة ومن ضمنهم الشعب، إنه إحنا نبرز فعلا هويتنا؟ شوفي زي ما ذكرت لك، يعني انك تدخل الشعب يكون جزء من الحدث، هذا جدا جدا مهم لعدة اسباب. اولا هو يحس انه هو جزء من هذا الحدث، يبدا يدور على المعلومه، يبدا يحس انه ينتمي اكثر، في صار انتماء. يعني لما شفنا يوم التاسيس وكانت مبادره جدا ذكيه وجدا ممتازه، انه يعني الشباب والبنات يلبسون من ملابس الازياء التراثيه ويطلعوا بحيث انه يعرضوها ويشوفوها الناس خلتهم يبحثوا. يعني كثير منهم كانوا حتى يتواصلوا معنا، ممكن نعرف اكثر عن لابس التراثيه صحيح المناطق. يعني دائما لما يكون في مشاركه للاشخاص في الحدث نفسه يعمق يعني الهويه هذه، ويعمقها في انهم من ناحيه البحث ومن ناحيه اصلا حتى الفخر. صح احنا قاعدين نسمع الناس الان يقول لك يعني هم قاعدين يتجهزوا للسنه الجايه بالضبط، وصارت منافسه يعني. هذه هي فعلا يعني، فبالعكس شيء جميل جدا احنا قاعدين نشوف مثل هالاشياء والله. طبعا اللي حاب يسال استاذه اروى اي سؤال، باب الاسئله مفتوح، اذا حابين تكتبوها كتابيه او حتى اذا حابين نعطيكم المايك تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا محمد من عبد المحل، والواقع مهتم بجانب الازياء والملابس عموما، ومن فضل الله يعني عندي خبره متعدده، لكن في هالجانب هذا انا يعني عندي خبره جيده. اسعدتني المكتبه بدعوتها اليوم، ويهمني اني اتابع وش اللي قاعد يصير فالحديث اللي يتكلم عنه الحديث ايجابي يشجع التطور الأكثر في هذا المجال. ودي أتوصل إلى قناعة معينة، يعني إحنا كيف نقدر نربط ما بين الفنون وما بين الإنتاج والصناعة؟ ألا يوجد هناك آلية لعملية مثل تكوين شركة مساهمة كبيرة في عملية صناعة الأزياء، صناعتها محليا؟ إحنا الآن نعتمد يمكن بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، يعني لما نقول 100% نقول على الأقل يعني 95% أو 97% على الاستيراد الخارجي. ألا يمكن تحويلها إلى صناعة محلية؟ في سؤالك جدا مهم، ويعني يمكن أقول جيت على الجرح، لأن هذا الموضوع مشكلة. أنا زي ما تكلمت أول إنه في إيكو سيستم، في يعني منظومة تحتاج فيها عناصر معينة. موضوع التصنيع للآن إحنا نعاني منه يعني، والسبب أعتقد شوية بالنسبة يمكن الريجوليشنز اللي تدعم هذا الموضوع، لأن المصمم كفرد ما يقدر. يعني أنا أذكر هذا الموضوع في أكثر من هذا. أول شيء للآن لا يوجد سجلات تجارية تخدم المصممين كتصميم أزياء. يعني عادة المصمم يبدأ البزنس إيش يضطر يسوي، يا إما مثلاً مشغل معمل، ما في دار أزياء. أيوة ما هي من ضمن التصميم. أيوة بالضبط. فهذا أول نقطة، فالمصممين جالسين يعانوا، لكن المصمم كمصمم كفرد زي ما قلت يمكن تكون شركة مساهمة، ممكن يكون ما يقدر هو يأسس لحاله مصنع أو هذا. نحتاج يكون في مستثمرين مقتنعين بالكونسبت هذا، بالفكرة هذه، ويبنى عليها يعني هذه الصناعة، بحيث أنه وتكون مدعومة، لازم تكون مدعومة من الحكومة لأهميتها، عشان نقدر إحنا ننتج منتج محلي. نحتاج يكون في هذا الموضوع، لكن نتمنى أنه إحنا قاعدين نحاول نرفع الصوت على هذا الموضوع لنا فترة،
ويمكن عشان كذا حاولنا مثلا نأسس جمعية، كنت أقول لها تونا مؤسسين جمعية للأزياء، أنا نائبة رئيس الجمعية. ما شاء الله الله يخليك. والفكرة منها كانت عشان نقدر نرفع توصيات للحكومة على هذا الريجوليشن، سواء كان لهيئة الأزياء، يعني ما يقدر يجي شخص فرد واحد يتكلم، مهما تكلمنا صرنا وقت طويل نتكلم ما كان في نتاج، لكن الحين المفروض يكون في زي يعني مجلس يجمع الأشخاص المهتمين ستيك هولدرز في الموضوع، بحيث يكون في توصية فعلا أن يكون في هذا الموضوع. جميل. طب الجمعية هذه طلقت خلاص؟ الجمعية خلاص تأسست ويعني الآن خلاص الاستراتيجية حقتها تنطلق إن شاء الله خلال شهر بإذن الله. نتشوق صراحة. تفضل. أنا مقتنع لكن مواقع تجربة الدولة توفر الدعم الكامل ولكن تحتاج مجموعة حقك هذا المسار. أنا أفهم قوة بإذن الله في موضوع الدعم، بإذن الله أنا أفهم قوة في هذا المجال، ممكن أخذوكم بمعلومات وخبرات متكاملة. كافة الأزياء والملابس هي تخصص مختلف جدا، بما فيها الأزياء واحدة صحيح عالم صحيح. المبالغ اللي تصرف عليها سنويا يمكن تتجاوز يعني 200 مليار سنويا، إذا يجب أن تصرف بشكل إيجابي. يعني الجمعية اللي تكلمت عنها هذه أو مجموعة من المستثمرين يعني يحقق ليش لا أطرح النقطة؟ أطرح على أساس أنت باختصاص وخبرتك والخوات والموجودين والمكملين اللي موجودين الآن، إذا اللي عنده يعني الحماس وجاي حاضر الآن هو يملك الهدف ويملك تماماً. خليني أقول لك شيء، هي الفكرة أن زي ما قلت الأزياء فيها تخصصات، يعني لو نتكلم عن الزي الموحد هذا موجود من أول. ليش؟ لأن هو باترون له مقاسات معينة وقاعد ينتج غير الأزياء الراقية. يعني لا ننسى أن التخصصات فيه تخصصات مختلفة. أول شيء لازم يكون فيه فوكس إيش المجال اللي الواحد قاعد يحاول يتخصص فيه. وأنا اللي أشوفه الآن إنه موضوع الأزياء الراقية أو حتى ريدي تو وير، يعني مش شرط إنه هو ريدي تو وير، يمكن ريدي تو وير هاي إند أو الريدي تو وير اللي هو العادي، يكون في تركيز على هذا القطاع، لأنه القطاعات هذيك خلاص تخطط أعتقد ما فيه الكفاية. يعني في كثير مصانع قاعد تعمل الزي الموحد وقاعد تعمل عبايات وقاعد يعملوا ثياب، يعني هذه المجالات خلاص يعني فيها ساتيريشن صار. لكن الموضوع يحتاج أكثر من إنه يعني يحتاج يكون في زي ما قلت لك مستثمرين يعني مستعدين يدعموا في أشخاص متخصصين في المجال. يعني أنا مثلاً من المستشارين في هذا المجال، لكن ما حصلت للآن مثلاً مستثمرين يعني ودهم. فإذا في تعاون بالعكس إحنا يعني وجودنا في هذا المكان عشان نفتح هذه المواضيع، ويعني يشرفني إذا كان ممكن حتى بعدها يكون في تبادل يعني للكونتاكتس. إذا كان في أنت عندك خلفية ممكن تماماً نشتغل على موضوع زي كذا. الله يسلمك. خلاص إن شاء الله بإذن الله يكون بيننا تعاون. في أحد ثاني السؤال؟ مساء الخير. مساء النور. رؤية 2030 يطبقها صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان رؤية شاملة وكاملة، وما أهملت جانب الأزياء جزء منها. صحيح. الآن كيف برنامجكم للاستفاده من هذه الرؤيه؟ هذا الطموح. فرق الدين حسب فهمي انا بالازياء انها فيها سبق، حتى تكون مصمم ازياء بدك تجيب شيء جديد. طبعا. الان هذا البلد الكريم من العربيه السعوديه موجود فيه زي موحد، سواء كان على المستوى الرجالي او المستوى النسائي. صحيح. الان حتى تنطلق العالميه كيف بدكم توفقوا الان بين هذا الزي اللي متبع في هذا البلد الكريم الأزياء العالمية الأخرى اللي تطلق في عواصم عالمية؟ سؤالنا ممتاز. السؤال الأول بالنسبة للسؤال الرؤية أوريدي حط التوجه أو شيء الابتكار للإبداع للعمل يعني مثل الجاد تيم وورك، وبعد كذا الخطوة اللي بعدها اللي صار اللي هو تأسيس اللي هي وزارة الثقافة تحتها الهيئات، والآن هيئة الأزياء قاعدة تشتغل. يعني الآن هيئة الأزياء عندهم برنامج اسمه سعودي 100. فكرة هذا البرنامج استقطب 100 براند سعودي في مجالات متعددة في الأزياء، يعني الرجالي
الكتور، الريدي تو وير، مثلا حتى الحقائب اليدويه، الجولري، استقطبهم كلهم تحت برنامج. انا ما اقول لك هم طلاب توهم متخرجين، ناس عندهم بزنس جاهز اوريدي، ودخلوهم في برنامج بحيث انه يقدروا يطوروا هذه المنتجات بحيث نقدر يعني ايش اقول لك نطلع براندات عالميه. فهي الان هذا التعاون اللي قاعد يصير الحين بين الهيئه وبين الـ يعني تحت مظله الرؤيه وبين المصممين، بحيث انه خلال 5 سنوات يكون مثلا طلعنا على الاقل 10 الى 15 براند يكون انترناشونال. ايوه فهذا بالنسبه لسؤالك الاول. سؤالك الثاني، شوف الازياء التراثيه او الازياء او ما نبغى نقول تراثيه اللي هي زينا احنا المتخصص، ممكن يطور بحيث انه يعني يلبس في اماكن اخرى الى حد ما. وفي الجزئيه الثانيه اللي احنا يعني بنعمل ازياء تناسب الانترناشنال مستوحاه من يعني زي هذه القطع، هذه القطع هي مستوحاه من البشت. صعب انك تلبس مثلا شخص في مناسبه، خلينا نقول مثلا شخص فرنسي في مناسبه بشت، حيكون كانه صح. قاعد يعني يتمهزأ بالموضوع اكثر يعني، بس احيانا في الهالوين. طيب. بس عشان تقدر تخليه يلبس هذه في ايفنت سيريس وهو رايح، واللي حصل فعلا انه سوينا ازياء مطوره تناسب العالم لكن مستوحاه من تراثنا. صح. فسادو تكسيدو مثلا لبسها الاديتور ان تشيف اوف فوغ اريبيا قبل يومين في ايفنتس عالميه، فهي هذه المواكبه. واحنا لو شفنا مثلا امثله في دول اخرى، لو شفت مثلا كونسبت الساري. صح. الساري مثلا هو شيء متخصص في يعني في الهند، ما راح تلاقي مثلا يعني احنا لما نلبس روح يمكن شويه صار احيانا تلاقي في المناسبات اللي هي مثلا أيوه. الغمره والحنه أيوه. فمناطق معينة تأثروا على فكرة تأثروا بسبب التجارة. يعني مثلا بسبب تجارتنا مع الهند صار الساري يجي وصاروا يلبسوها أحيانا في مناسباتهم اللي هي مثلا في منطقة الحجاز أو هذا. لكن أنك تصدرها زي ما هي وتقول مثلا أنا والله بخلي ناس في أمريكا يلبسوا ثوب، هذا يعني عشان يكون من هذا ما هو كلام منطقي. لازم نطور الزي بحيث أن يكون مواكب للعالمية. صح. ماذا عن العكس؟ يعني نستطيع انه الزي العالمي ضمن ثقافه هذا البلد الكريم ننقله للاخوه. انت تقصد اوكي طبعا هذا اللي صاير الحين كمان، انت هذا اوريدي احنا صار لنا فيه سنين يعني. صحيح. توي انا كنت اقول لك مثلا الجينز هو لبس ماخذينه من امريكا، صار جزء من يعني من ملابس الشباب. انا اشوف انه الاهم من هذا هو العكس، لأنه أريد إحنا لينا سنوات طويلة قاعدين هذا اللي نستهلك الأزياء العالمية، نقدر نجيب الأزياء العالمية لكن عشان إحنا نصدر هو هذا الأهم، لأن سنين وإحنا نستهلك الأزياء ما قاعدين نركز على هويتنا. صحيح فعلا. يعطيك العافية، تفضلي. أنا طالبة فاشن وقاعدة أعاني ما ألاقي مكان أتوظف فيه في تخصصي في مجالي. الأغلب اللي قاعد أشتغل الآن فريلانس وعلى شكل متقطع يعني مش عمل مستمر. يعني مش عمل مستمر، مو مشكلتي المادة قد ما هي إن فيني طاقة وفيني شغف فما قاعد أقدر أمارسه. أبغى أعرف إن كيف تنصحين. يعني أنت خريجة أي جامعة الأميرة نورة؟ اوكي خلاص تخرجت يعني خلصت البرنامج. انا تخرجت قبل كورونا. اوكي طيب انت يمكن كان توقيتك شويه عندي للاسف يعني بس الحين رجع السوق يعني استقطبوا في رواد. خليني اقول لك حاجه، المصممين الموجودين الان في السعوديه كدور ازياء هم نفسهم للان لسه بيعانوا منهم، ما بيقدر يعني هم عندهم الانفراستراكشر مش مناسبه انه تجيب مثلا ناس يتدربوا، او يعني احنا دائما توصلنا مثلا رغبات، بس خلينا نقول صعب انه البنت مثلا تروح للمصانع اللي مثلا ساعه ونص او ساعتين عشان تقعد مع العماله اللي هناك. عشان يعني المفروض يكون في زي ما قلت دار ازياء يصير فيه تدريب مستمر، لان لما نبدا دور ازياء للمصممين عاده من برا كيف ايش اللي بيحصل؟ لما تخرج الطالب من هذا بيروح انترنشيب مع مصمم، يصير يقص، يصير يتعلم كيف يصمم وهكذا. فالمشكله انه لسه في شويه مشكله في الايكو سيستم يعني حتى نتعدى هذه المرحله، لكن هذا ما وقف كثير. انا قابلت كثير من الطالبات، بعضهم توظفوا في
مصانع مثلاً الثياب الرجالية، لكن أنت يمكن بتدور على شيء معين، عندك يعني حاجة معينة بتبحثي عنها. فسألتني البنت قالت لي يعني إيش رأيك إنه أنا شغفي لسه في النساء، لكن ما لقيت إلا هذه الوظيفة ف يعني مكان إنه 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 فيه بس ثياب رجالية. فلما جلست معها سوري مو ثياب حتى شمق عشان أكون يعني دقيقة أكثر، فسألت إيش اللي تسوي؟ قالت نصمم تصاميم جديدة للشماغ. فكان هذا very interesting بالنسبة لي. قلت لها أنا لو منك حبك في هذا المكان أكتسب أول شيء خبرة أكثر، شيء ثاني حتى يصير عندي دخل مادي بحيث إني أقدر أبدأ مشروعي. ترى أنا بدأت مشروعي لا أخذت فلوس من أهلي ولا أخذت قرض من البنك، اشتغلت سنين بعد كذا لما هذه المبالغ بدأت فيها مشروع، عرفت كيف؟ فهو في 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 عدة طرق إلى أن تثبت نفسك، تبدأ حتى لو المجال اللي مش ده يعني 100% اللي أنت شايفته، إلى أن تتحسن الأوضاع في أماكن أخرى. بعدين أنت لما تيجي تنقل من مكان لمكان يشوف عندك إكسبيرينس، يعني أنا لو حيجيني أحد ما عنده أي خلفية أو أي خبرة، وشخص اشتغل حتى لو اشتغل مثلا في تصميم أشمغة حاخذه هو أكثر. ليش؟ لأنه عارف إنه أتليست عنده المايند سيت كيف يقدر يصمم مثلا. الشيء الثاني اللي أنصحك فيه إنه المجال الأزياء أوسع من إنك بس تفكر في موضوع التصميم. وأنا أعرف لأنه أنا ترى أشتغل كني كونسلتنت مع الجامعة عندكم وفي اللجنة الاستشارية، فأعرف إيش المواد اللي أنتوا تغطوها. في كثير مصممين الحين يحتاجوا مثلا اللي هو الفلات دروينج، يحتاجوا الباترن ميكينج، يحتاج في تخصصات كثيره ممكن هذا. فما توقفي ويعني مكتوفه وتقولي ماني محصل هذا، اون ذا سايد ابدا يفكر يمكن في مشروعك، ابدا يفكر حسب انت ايش توجهك في الاخر. لان في ناس خلاص يبغوا يتوظفوا، مش كل الخريجين هذول حيصيروا مصممين. يعني تخيل انتم دفعتكم بيتخرج احيانا 60-80، هل توقع انه حيطلع 80 مصمم كل واحد عنده دار ازياء؟ طبعا لا، في ناس حتتخصص وتشتغل في مجالات تحت مصممين ثانيين او في مجال متخصص ويبرعوا فيه ويصيروا ناس مره مشهورين حتى على المستوى العالمي في هذا المجال. يعطيك العافيه. طيب في هنا سؤال وردنا، نصيحتك لشخص يرغب في بدء مشروعه الخاص، وايش الاخطاء اللي لابد تفاديها؟ تتكلم في الازياء. اول شيء الواحد لازم يستوعب يعني انك تبني براند ما يصير بين يوم وليله. اكيد يعني اذا انت ما انت شخص عندك اصرار ترى يعني في عقبات كثيره، واذا الواحد ما دائما قال فكره لازم اتخطاها واحاول اني يكون عندي اصرار ولا حتجي الفلوس من اول صح يوم. صح. يعني كثير احيانا يحصل انه مثلا تعمل تصاميم مش هي المناسبه، بتتعلم انت من هذا. فهي الموضوع انا اعتقد اهم شيء انا اشوفه انه يكون في اصرار. شيء ثاني بناء العلامه التجاريه بطريقه صحيحه. يعني انا احنا نشوف كثير في مصممات مثلا نلاقيهم في المعارض ايش تروح السوق تاخذ الاقمشه 5 متر من هذا 5 متر من هذا وهكذا، تسوي لها كولكشن لا بينهم علاقه ولا فيهم قصه ولا ترابط ولا موضوع، وتقلد ناس احيانا يفتحوا بنترست يفتحوا مثلا مصممين ايش سووا، تنسخ الموديلات بس الوان ثانيه وتنزلها وتقولي انا بصير دار ازياء. اعتقد هذا فوكس اكثر على شيء ربحي من انك انت بتبني علامه تجاريه. فالعلامه التجاريه تحتاج يعني اول شيء عناصر العلامه التجاريه تفهمها اكثر، اسس التصميم تفهمها اكثر، طوله البال يعني تحتاج اصرار وطوله بال مره كبيره. يعني ممكن احيانا الناس مثل ما تفضلتي انه ما راح ياخذ الربح الان وراح يبني السمعه الان، بس هذا الشيء ياخذ وقت وجهد. أيوه. جميل. يعطيك العافية. طيب حدثينا عن جائزة إيمي غالا اللي حصلتي عليها في دبي. إيمي غالا كانت آخر جائزة. أيوه. حصلت عليها قبل رمضان ما شاء الله. الحمد لله. أيوه. يعني هي يعني تكريم يعني من منظمة هي يمكن أرقى منظمات الأزياء الآن في المنطقة، وحبيت انه يمكن انا كنت السعوديه الوحيده ما شاء الله تبارك الحمد لله حصلت على هذه الجائزه. لكن دائما اقول لهم يمكن مو هذه اهم جائزه عندي، يمكن جائزه الثقافيه الوطنيه كانت تعني لي اكثر بكثير من اي جائزه ثانيه. لان يعني لما انت دائما تحاول تسوي شيء لبلدك ويكون التكريم من بلدك يكون جدا طعم غير وجميل ومختلف. صح صح والله بالعكس. اول شيء نبارك لك اكيد بحصولك على هذه الجائزه وعلى جوائزك السابقه. يعني وما شاء الله تبارك الله ما هو شيء مستغرب والله، هذا اول هو مجرد مديح لوجودك معانا اليوم. طيب في اسئله ثانيه؟ Thank you.
أكثر من الأستاذة عروة على السؤال على الوظائف. ما في ممكن أنا جبالي الآن كده القنوات الفضائية دائما فيها المذيعات والمذيعين أتوقع أنهم عندهم ستايلست ومنسقين نظر منسقين أزياء هذه أقوم فيها شغلة أي صحيح وأيضا شركات الإنتاج مسلسلات ومسلسلات بالضبط هو المجال يعني أكبر وأعمق بس أنا ودي أوضح نقطة قبل ما ننقل السؤال وأنا ما توضح إيش تفصيلاتها بالضبط هل هي مناسبة بالضبط شوف هم لما بيدرسوا في جامعة الأميرة نورة ما بيدرسوا ستايلينج بالشكل العميق لكن يعني أنا أعتقد أنه الشخص إذا صار عنده الأساسيات وحب أنه يطور هذه الأساسيات بحيث أنه يعني في صار كورسات والحلو أنه صار أونلاين أنا ترى أدرس كثير أشياء أونلاين وأتمنى زمان أنه كانت هذه الأشياء موجودة يعني كنا نبحث عن هذه الكورسات وما نحصلها لازم واحد يسافر يعني صح أتذكر أول مرة أخذت كورس اضطريت أسافر لندن وقعدت لحالي ما أدري كم أسبوعين عشان أخلص شيء معين كان ممكن ببساطة تأخذ أونلاين الحين صار الموضوع أبسط أنه ممكن واحد خاص إذا عنده فوكس معين فعلًا أنه هما يعني أنتوا أخذين بيسكس أوف ستايلينج يمكن لكن تدخل فيه طريقة أعمق ويدخل في زي ما قال أستاذ فهد يدخل في مجالات كثيرة يعني الإعلام حتى ترى الفاشن السينمائي الحين قبل فترة في كذا فيلم سعودي طلعوا وشو اسمه كانوا يحتاجوا يعني حتى مو ستايلست مصمم أزياء متخصص في الأزياء السينمائية لكن ما هذه الأمور ما تيجي كذا فجأة إيذر إنه الواحد يتبرع بوقته ويكون مثلا مع شخص متخصص ويتعلم منه يعني بدل ما تعمل الانترنشيب مثلا دائما نفكر احنا مصممة ازياء وهذا ممكن تعمل الانترنشيب هذا مثلا تقولي انا اتبرع ما ابغى منكم شيء ما ابغى فلوس ابغى بس اكون موجوده في السيت اشوف ايش يصير اصير اوبزرفر يعني تلاحظ ايش اللي بيحصل تبني عليه هذا جدا كونسبت مهم ذكر الاستاذ فهد نفس الشيء حتى في التلفزيون والحين زي ما قلت لك يعني مثلا بورن كينج الفيلم تبع الملك فيصل الستايلست اللي اشتغلت معاهم هي ستايلست سعوديه رافقت الشخص اللي هي المصممه الاساسيه وتعمل ستايلينج وصارت تساعدها بانها تجيب لها المراجع وهذا بس تعلمت ومنها طلعت بشيء نورة العيسى جميل ففي اكثر من طريقه يعني لا نوقف مكتفين نقول ما عرفت ولا ما قدرت لانه في اكثر من مجال ممكن الواحد يدخل فيه يعني مثل ما تفضلتي هي احيانا مو الشيء اللي واضح امامنا لا يبغانا نبحث عن شيء ثاني عن شيء مختلف مجال مو هو ستريت فورورد أيوة صحيح صحيح انه ايوه يعني. فعلا اي سؤال ثاني استفدت عندك شيء ثاني خلاص اوكي أي سؤال ثاني؟ طب أستاذة أروى صراحة يعني استمتعت جدا بالحديث معك اليوم واستمتعني بالكولكشن الجميلة هذا صراحة اللي عرضتيني إياه نتمنى لك المزيد من التوفيق والنجاح شاكرين لوقتك معنا شكرا. اليوم شكرا لاستضافتي وشكرا لكم شكرا للي حضر ويعني وتعب نفسه وجاء الله يسعدك اي والله الشكر الجزيل طبعا لكم كلكم الحضور وايضا متابعينا عبر البث يعني في ما شاء الله احنا عندنا رقم جميل جدا دائما عبر البث يعطيهم الف عافيه حابين بس نعطيك هذا التكريم البسيط الله يسعدك شكرا جزيلا تفضلي شو كيف لبسه الكاري؟ لا لا قصت في السفر نحط شان كرسي نفتحه فيديو صورة